فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت ذات مرة وبعد الانتهاء من الصلاة وجدت أثرا بسيطا من القدر النجس في الملابس الداخلية، يقول: فماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة أم أنظف هذه الملابس ويكون كافيا؟ لا، ما تعيد الصلاة إذا لم تعلم إلا بعد ما صليت، فتغسله للمستقبل، أما ما فات هذا معفو عنه للنسيان، نعم، أو لعدم العلم، نعم.